السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء وأحبابي، أخباركم إيه؟ وربنا يطمنا عليكم يا رب، اللهم آمين. أولا أنا أحب أعرفكم بنفسي، معكم عبد مصطفى، مصري ومقيم في دبي. مجال عملي بشتغل في مجال التأشيرات الزيارة للإمارات، بمعنى إن أي حد من أي دولة أخرى عربية أو أجنبية حب إن هو يجي تأشيرة زيارة بنخلص له التأشيرة بتاعته أونلاين. طبعا التعامل ما عادش فيه ورق زي زمان، ان انت لازم تبعت جواز سفرك وان انت لازم تروح السفاره والكلام ده مش موجود. اسهل تاشيره بتطلع دلوقتي في العالم هي تاشيره الامارات، بتطلع اونلاين، بمعنى ان انت كراجل عميل بتتعامل معايا عن طريق الواتساب، بتبعت لي صوره الجواز، بتبعت لي الصوره الشخصيه بتاعتك، على طبعا بتكون صوره واضحه، احنا بنقدمها اونلاين. طب في ناس يقول لك انا من دولة تانية، فانا حابب ان انا ادفع فلوس، هدفع فلوس ازاي؟ طب انت راجل انا ما اعرفكش مثلا، الكلام ده كله في عندنا حلول كتير قوي. لو انت راجل انت اتعاملت معاه قبل كده وشفت معاملتنا والكلام ده كله، بتحول عن طريق ويسترن او عن طريق حساب بنكي. طيب الطريقة التانية اللي هي لو انت راجل ما تعرفنيش، طبعا بتضطر ان انت بتتواصل مع اي حد قريب او صديق ليك داخل الامارات. بيجي الراجل يشوفنا، بيجي يشوف الشركة موقعها فين، بيجي يتعامل معايا، وانت التعامل بيبقى مع صديقك او قريبك. طيب مفيش ليك صديق او قريب، انا قلت لك على الحل التاني، ان احنا في ناس بيتعاملوا معانا فعلا من دول اخرى، بيحول يا اما وستر يا اما حساب بنكي. وطبعا بالنسبة للمعاملة بتخلص في خلال 3 ايام عمل. طيب هتقول لي مثلا انت التأشيرة هتبعتها لي ازاي؟ برضه نفس القصة، هي بتتبعت اونلاين، بنبعتها لك على طريق الواتساب، بتطبعها عندك وبتدخل بيها هنا الدولة. هي الفكرة كلها ان انت بيبقى ليك رقم موحد، الرقم الموحد ده بيبقى متسجل على السيستم. يعني في بعض الناس يقول لك انا عايز التأشيرة الأصلية، مفيش حاجة اسمها التأشيرة الأصلية، انت بس هي ورقة PDF بتتبعت لك على الواتساب، انت مشكورا بتطبعها عندك في بلدك، وبعد كده بتيجي بتدخل بقى الدولة بتاخد عليها ختم الدخول. ان شاء الله اتمنى ان انا يعني اساعد، لو في ما قدرت ان انا اساعد حد، لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتب في التعليقات تحت. بالنسبة لو حد عايز عنده استفسار طويل شوية وفي اسئلة كتير والكلام ده كله، ان شاء الله في خلال يومين هكتب رقم الواتساب على في الوصف على القناة بإذن الله. لو حد عنده استفسار لأي حاجة هيبقى رقم للواتساب فقط، اكتب الأسئلة بتاعتك كلها وأنا هشوف الأسئلة كلها وهرد عليك إن شاء الله بإذن الله. فأتمنى إن إحنا يعني نقدر نخدم، وأتمنى إن شاء الله القناة تنال إعجابكم وإن شاء الله خير، وربنا يتقبل منا يا رب، اللهم آمين. ولو في أي حد عنده استفسار أو أي حد عايز يعمل مثلا في فكرة في دماغه جديدة نعمل عليها حلقة على اليوتيوب الكلام ده كله، أتمنى يبقى التواصل في التعليقات وإن شاء الله نتواصل مع بعض وأشوفكم على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.